عارف انك مشغول. افضلك يا عمده. هو انا جاي من غير ميعاد صحيح، بس دي خطوة ما ينفعش ابدا اعملها غير وانت جنبي. خطوة ايه؟ اهم خطوة ممكن ياخدها الانسان في حياته، الجواز. سوري الوقت كان ضيق وملحقتش اعزم حد، بس انا رحت المطبعة بنفسي وقفت على ايد الخطاط لما كتبها حرف في حرف. عارف طبعت كم نسخة؟ نسخة واحدة بس علشانك انت. ما مش معقول مناسبة زي دي ما يبقالهاش عندك ذكرى تفضل معاك العمر كله. اوكي هستناك. باي. حاجات ينفع تعمليها دلوقتي، بعد كده مش هينفع يضيع. مبروك حلمي. ايه ده، انا مبسوط انك جيت. كان لازم اجي. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. فرحان لك قوي. ربنا يخليك يا حلمي، عقبال ولادك يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم السفاح، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Thank you.
اهلا يا رحيم. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. انت ليه عزمت رحيم؟ انت شايفه ان ده انسب موضوع نتكلم فيه في اللحظه الحلوه دي؟ اللي انت عملته ده اهانه ليا، انا مش لعبه تغيظوا بعض بيها. دودو انت فهمت الموضوع غلط، ده واحد بيني بينه عشره وبزنس، فعزمته عادي يعني زي ما اوكي دي غلطه وانا اسف، ما كانش صح اعمل كده. اوكي خلاص بقى، خلاص انا اديت تكشيره في لحظه زي دي. عماد لو سمحت انا تعبانه. طيب ايه رايك اسيبك شويه كده تروقي وتغيري هدومك وارجع لك؟ اوكي؟ بعد اذنك. ما تضغطش عليا. ده لا هتبقى ليلة عنب. اوكي يا روحي. براحتك خالص. قدام العمر كله. رحيم يا ابني، اوعى تكون فاكر ان انا مبسوط باللي حاصل ده. اذا كنت انت زعلان ايراد فانا زعلان 24 ايراد، وربنا وحده يعلم يا ابني قد ايه انا بتعذب وانا شايفك قصادي بالشكل ده. انا زعلان يا حاج بدر، زعلان قوي. عارف ليه؟ لان طول عمر الضربه بتجيلي من بره. اول مره الضربه تجيلي من اقرب الناس ليه، وضربه القريب بتوجع قوي، وجعها ما بيروحش. بس عارف يا رحيم يا ابني، ما كانش ليها حل غير كده، ما كانش ليها حل. ساعات يا ابني بيكون لازم ندفع ثمن غلطة وقع فيها اللي بنحبهم، وساعات الدنيا بيبقى لها حكم قاسي علينا ومفيش قدامنا غير اننا ننفذ واحنا راضيين. يا باشا احنا هنطلع على المديريه خلاص، هتقول في ايه بقى ولا كنت مزنوق في توصيله وخلاص؟ احمد باشا، سياده اللواء صادي عارف موضوع زيارتك ليونس عبد الحميد السجن. هو ايه المشكله؟ هم منعوا زياره المسجونين دلوقتي ولا ايه؟ لا قصه مشكله يا باشا، بس سيادتك عارف ان يونس عبد الحميد ده مش مسجون عادي،
ده كان بينه وبين رحيم شغل كتير جدا قبل ما يتسجن، وده معناه سيادتك انك لسه شغال على قضيه رحيم. هو انتوا خلاص ما فيش غير رحيم في بالكوا بس؟ بالنا يا احمد باشا، انت ليه حاسبني في صف اللي قصادي؟ طب الباشا العظيم ما كلمنيش بنفسه ليه؟ يا باشا هو يكلمك ليه؟ وانا قاعد معاك في العربيه. انت قاعد معايا بقى عشان تقررني وتقول له. هو عاوز يعرف ليه يونس عبد الحميد بالذات؟ هو ما يعرفش ان انا وصلت لاخو ممدوح ولا ايه؟ ممكن ما يكونش ربط الموضوع، هو ما يعرفش انك وصلت لهم اصلا. طب وانت خالد؟ ما قلتليش ليه انك زوجت اخو ممدوح؟ والله يا احمد باشا مش كل حاجه في القضيه انت بتقولها لي يعني، واحنا شغالين مع بعض. معنى كده انك عارف بقى موضوع ال 700 مليون. هتقول لمحمود ولا ايه النظام؟ اللي سيادتك عايز نعمله هعمله. اعمل اللي انت عايزه يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. زيارتي الاخيره للسجن دي وضحت لي حاجات كتير قوي. زي ايه سيادتك يعني؟ ان لا يونس ولا لا زيه هما اللي ورا اللي بيحصل لرحيم من ساعه ما خرج من السجن. امال هيكون مين سيادتك يعني؟ واحد عنده معلومه الفلوس اللي عند رحيم عايز ياخدها منه. الواحد ده سبقنا المعلومه، هو اللي ادى امر بالقبض على رحيم، فهو اللي ادى اذن بخروجه برضه. قصد سيادتك يعني ان اللي هو صادق هو اللي بيحدد رحيم عشان موضوع 700 مليون؟ للاسف مفيش غيره يا باشا. خساره يا سياده الليوة، خساره. انا حوست الدنيا. قولي بقى يا بنت. امال فين الحاج بدر؟ مالوش نفس يفطر، خبطت عليه الصبح بس انا دخلت له الفطار. مش عوايده يعني يفطر لوحده؟ رايح دماغك انت يا ام بسمة. وهو انا قلت حاجه؟ انا سكت اهو. هشام رحمه هو كمان مش من بدر، ما هو ياخد حبه كده عقبال ما ينسى اللي حصل. نبي ما انا عارفه عاجبه ايه بس في اللي اسمها داليا دي. ده حتى مع صعاصه. ده انا هجيب له عروسه انما ايه مز على ابوها بطايه كده تنسيه كل اللي حصل. عروسه ايه يا وليه؟ انت اتجننتي؟ انت فاكراها عيل صايم اللي كانوا بيسرحوا معاكي؟ ما تفهميها يا بسمه، فهميها هي قاعده فين وبتتكلم على مين، ولو عايزه تبقى خطبه ترجع بقى الحته اللي جت منها. اصل ام بسمه اللي يقعد في القصر ده لازم يبقى قده. سديته نفسي. طب هو كمل اكلك. ياما لم يصطماه، هو كل ما يروح عليا ترجعي تنكدي علينا؟ يا بت انا شايفه الراجل زعلان، قلت يعني ده هو اللي فاتح القصر ده وكلنا عايشين من خيره، بتعمل معاه واجب محبه، عربوني يعني كده. وانت مالك؟ مالي ده ايه؟ الله، تصدقي ان انا غلطانه اصلا نزلت افطرت معاكي؟ خليكي قاعده بقى لوحدك، افطري لوحدك. افطر لوحدي؟ افطر لوحدي، انا هقوم بكل ده لوحدي، مش محتاجاكم في حاجه. ايه الخيبه السودا دي؟ انتوا على كده بقى راح عليكم حجز الاوتيل؟ مشكله مش في حجز الاوتيل.